هنتكلم في انواع المساج، واعتقد هتكون فرصه مناسبه ان احنا نصحح الفكر الخاطئ المنتشر ان انواع المساج هي السوفت والميديوم والهارد. الانواع ديت ما هياش انواع، ده دي درجات اداء. السوفت مساج اللي هو المساج الهادي، اللي هو بيتعمل بدرجه هاديه بهدوء، كل الهدف فيه الاسترخاء لتفريغ الذهن او اعاده الذهن للصفاء، وده لو حصل خلال الجلسه والشخص نام من كتر الهدوء بفعل الموسيقى الخاصه للجلسه، بيؤدي في النهايه لاسترخاء في الجسم كله. المساج الهارد ده اللي هو بيكون صعب شويه او بيكون عنيف شويه، اللي بيحتاجه الشخص اللي بيكون مر بيوم مجهود، مهندس واقف في السايد بتاعه، حد قاعد على الكمبيوتر لفتره، قائد سياره قاعد على عجله القياده فتره طويله، بيحتاج جلسه هارد. اما الميديوم فدي اللي هي تعتبر الاجراء الروتيني للواحد المتعود على جلسه المساج للتنشيط الطبيعي بتاعه اللي بيعملها مرتين في الاسبوع مثلا. لكن نؤكد ان دي مش انواع مساج، دي درجات اداء للمساج. انواع المساج بتعتمد على اسلوب الاداء، بتعتمد على المستخدمات فيه. على سبيل المثال يعني كل اللي هو السوفت وكده بيتسمى اروما مساج. اروما اللي هو ريلاكسيشن، ده نوع مساج للاسترخاء وتصفية الذهن وتنشيط الدورة الدموية. في عندي مساج اسمه الهوت ستون مساج، الأحجار الساخنة، اللي هي بنستخدم الأحجار في تدليك العضلات وفي نفس الوقت امتصاص الرطوبة من العضلات. في عندي في نوع تاني من المساج اسمه الهيربل أو الأعشاب الطبية، عبارة عن سرة بيبقى فيها مجموعة من الأعشاب الطبية بيتم تدليك الجسم فيها. الأعشاب دي بتبدأ تنزل الزيوت بتاعتها، الزيوت بتاعتها بتلتصق بالجسم، بتنشط الخلايا وتنعش الخلايا وتؤدي إلى نشاط الجسم، لأن الزيوت الأعشاب الطبية مفيدة. في نوع من المساج اسمه السلوليت اللي هو التخسيس، ازاي اعمل جلسات مساج على اماكن معينة من الجسم باستخدام الحرارة مع التدليك وبعض الادوات الطبيه زي كريمات وحاجه زي كده، بتؤدي في النهايه لان الجسم بيخس وزنه بطريقه سليمه دون حدوث ترهلات، بدون مشاكل اللي احنا بنلاقيها من التخسيس العشوائي. دهانات على اجزاء اللي هي فيها السمنه، وفي بيتلف عليها حاجه زي ستريتش على الجسم، وبيبقى فترات معينه داخل الساونه وتبدا تسييل للدهون، وبعد تسييل الدهون بفعل الحراره بيتعمل التدليك، بتتوجه الدهون السائله ديت للمخارج بتاعتها بحيث ان الجسم يتخلص منها. من انواع المساج برضو في حاجه اسمها التايلاند او التاي. مساج التاي بيعتمد على استرتشات. يعني ايه استرتش؟ يعني مط المفاصل اللي في الجسم كلها، اي مفصل هنا او هنا او هنا او هنا، بالطريقه بتاعته بيتعمل استرتش، بتتمط العضله، وده نوع المساج اللي بيتعمل بيها. في مساج تاني اسمه الشياتسو. شياتسو ده اصله صيني، والشياتسو بيعتمد على تدليك العضله بالكامل مع برضه شيء من الاسترتشات اللي هو مط العضلات. كل الاساليب دي او كل الطرق دي طرق مختلفه من المساج. في عندنا طبعا المساج الفرعوني المعروف من ايام الفراعنه اللي بقوا هنا بنسميه دلوقتي الفور هاندز، الايادي الاربعه، بيكون اتنين ماسوس او اتنين ماسيره، يعني اتنين اخصائي بينفذوا الجلسه قصاد بعض بالتناغم، بدل ما بنعمل بندلك الجسم الناحيه الشمال الاول بعد كده بننقل اليمين، لا، الاتنين بيشتغلوا على الجنبين في نفس الوقت بنفس التناغم. بيستلزم ان الاتنين الاخصائيات بيكونوا على نفس المهاره، على نفس الطول، فاهمين بعض، في بينهم قائد، هي اللي بالنظره بتوجه هنبدا العضله دي، هنبدا نعمل كده، بتبدا الجمل التكتيكيه تتنفذ على جسم الشخص اللي بيعمل الجلسه الى ان تؤدي النتيجه الايجابيه بتاعتها.